عملت السياسة في البحرين على تأجيج الروح الطائفية وإحداث الانقسام الطائفي والاصطدام الطائفي، خاصة منذ انطلق الحراك المطلبي الإصلاحي الأخير لنقل الخلاف من صبغته السياسية إلى صبغة طائفية، ومن كونه خلافا بين الشعب والحكومة في المسألة في ذات المسألة إلى كونه خلافا شعبيا بين طائفتين، واستجداء لنصرة السلطة من طرف على حساب طرف. ووجدت أصوات منتفعة تسند هذا التوجه عند السلطة، وتنطلق بما يلهب المشاعر ويثير مخاوف طرف من طرف، ويعتمد في ذلك الأوهام والتصورات الخيالية وما لا يحتمله الواقع بحال من الأحوال، ويخلق الأضغان ويثير الحفائض، ويتوسل باللغة المستفزة من سب وشتم وتهديد، ويشعل نار الفتنة الطائفية ويوقدها ما استطاع. وانسجاما مع موقف المعارضة الرافض للدخول في نفق الطائفية البغيض المظلم، حافظت على النأي بهذا الوطن عن التدخل في الصراع الطائفي الذي تثيره الجاهلية وألاعيب السياسة في هذا البلد المسلم والعربي أو ذاك، لتعيش على صراعات الأمة وآلامها ودمائها، وتقدم خدماتها المخلصة لأعداء الأمة والمتربصين بها الدوائر. فلم تأتي من المعارضة هنا كلمة واحدة يمكن أن تصب في صالح هدف الفرقة بين المسلمين، أو تزج بهذا الوطن في نار فتنة عامة. بل دأبت المعارضة هنا على شجب الانقسام الطائفي في أي بلد من بلدان المسلمين والمطالبة بسد باب الفتنة. وعلى هذا الشعب الكريم بكل مكوناته المحبة لخير هذا الوطن وسلامه، المحترمة للوحدة الإسلامية والوطنية، المقدرة لإنسانية الإنسان، أن يأخذ العبرة من أي بلد ابتلي بالفتنة الطائفية بكيد الجهلة والأعداء والسياسة القذرة، فعمه الخوف والوهن والشقاء، ونالت نار الفتنة من كل أطرافه ومكوناته، وألا يستجيب لأصوات الغربان الانتهازية المضحية بمصالح الآخرين، كل الآخرين وحياتهم، وبكل المقدسات والحرمات من أجل بذخها الدنيوي وترفها المادي، وما تتطلع إليه من المناصب وما ترنو إليه من المكاسب التي لا تعني إلا لذة وقتية عابرة. أيها الشعب الكريم بكل فئاته وشرائحه ومكوناته، قابل هذه الأصوات البائسة المشؤومة بوعي وقاد ورفض قوي وصوت وحدوي وموقف واحد يجمع على الأمر بالمعروف ويدعو إلى الإصلاح وينكر المنكر ويرفض سياسة الفساد والإفساد. واسع هو الحراك الإصلاحي والتغييري الثوري الذي شاهدته الساحة العربية في السنتين الأخيرتين ولا زال قائما، وكل الأنظمة العربية التي حصل هذا الحراك في أرضها استجابت لمطالبه وأمانيه بدرجة وأخرى، بعضها لأول بادرة له تخفيفا للخسائر وتوقيا من المجهول، وبعضها من بعد حين، وبعضها عاند كثيرا ثم أعطى لينا ولكن بعد فوات الأوان، حتى انتهى به الأمر إلى السقوط، وبعضها لا زال يعيش معركة ضارية وبعضها لا زال يعيش معركة مصيرية ضارية. أما البحرين ففريدة من بين كل بلدان الحراك العربي،
والسلطة هنا موقفها شاذ كل الشذوذ، خارج عن كل السياق الذي سلكته الأنظمة المتعقلة التي شهدت هذا الحراك بمستوياته وسقوفه المختلفة. هنا مطلب إصلاحي ولا شيء هنا مطلب إصلاحي ولا شيء يذكر من الإصلاح. هنا مطالبة سلمية تواجه ببطش القوة. هنا شجب للعنف يقابله عنف عملي ودعوة للعنف. سنتان من عمر الحراك، ثانيتهما على مشارفة الانتهاء، ولا جنوح من السلطة إلى سماع نصح ولا خطوة منها في اتجاه الإصلاح.